أهلا بكم محاضرة جديدة من كورس الإندوكراين ضمن كورسات كابتشينو. وياكم الطالبة زهرة فاطمة، طالبة طب مرحلة 5 بجامعة بغداد. موضوع اليوم هو عن دايابيتس ميليتس، وهذا موضوع كلش مهم. ليش؟ لأنه هو كلش كمان بحياتنا، وأكيد كل واحد يسمعني أكو واحد من عائلته، أمه أبوه جده صاير بيهم، أو على الأقل أنه يصادف أحد يسأله بي بحياته اليومية بغض النظر عن الامتحان، فيعتبر من أهم المواضيع بالكورس كليته. دايابيتس ميليتس ناخذ فكرة عامة أول شيء عن الإنسولين، اللي هو فشي كلش أساسي بهذا المرض. الإنسولين مين ينفرز؟ ينفرز من خلايا خاصة اسمها البيتا سيل، موجودة بالبنكرياس. شنو شغلات الإنسولين؟ الإنسولين بالضبط أني أكلت ارتفع نسبة السكر بدمي، لأنه أنا أكلت وجسمي هضمه وامتص كل شيء وصار أكو سكر بالبلد ماتي. هذا السكر ما يقدر يفوت للخلية بكيفه وشو مكان، أكو في شيء داخله اللي هو شنو هو بالضبط؟ الإنسولين. هسه هذا الإنسولين بعد ما مرتبط بالريسبتر هنا كلوز، هنا الجلوكوز هنا كلوز، الشانل ماتي مسدودة ما يقدر يفوت الجلوكوز للخلية. لما اجى ارتباط الانسولين بالريسبتر مالته هنا يلا راح تنفتح الشانل وراح يقدر يطب الجلوكوز. اوكي، هنا راح تبدي الخليه انه تهضمه وتسوي، لانه هو يشتغل مثل البنزين، بنزين مالت الخليه هو الجلوكوز. شلون السياره ما تقدر تمشي بدون جلوكوز شنو؟ بدون بنزين الخليه ما تقدر تسوي شيء بدون الجلوكوز. اوكي، فهو كلش مهم، مو بس انه هو يدخل الجلوكوز لداخل الخليه، لا، هو يسوي اشياء ثانيه. يعني هو يعتبر من الانابوليك هرمون. ليش؟ لانه هو راح يساعد بصناعه الليبيد بجسمنا. اذا موجود انسولين جسمنا راح يبدي يقول اني عندي غذاء، فاني لازم ابني، لازم اطبب هذا الجلوكوز للخليه، والخليه راح تبدي تستخدمها للطاقه، واسوي ليبيد واسوي بروتين واخزنه، واروح للليفر اقول له يابا اني اكلت هذا الجلوكوز، اخذه اسوي جلايكوجين، احفظه بداخلك، اخاف يوم واحد يصوم ما يتغدى ما يتعشى، انت طلع هذا المخزون الجلايكوجين على مود اقدر استخدمه بعدين، ليه يصير عندي هايبوغلايسيميا. فاني يعني يعتبر فالشيء بناء، انابوليك هرمون، ماشي؟ فكلش مهم، مو بس على مود الجلوكوز، على مود يبني الجسم من ناحية ليبيد وبروتين جلايكوجين. اوكي، فاذا ما موجود الانسولين مو بس انه واحد يصعد هايبوغلايسيميا وبس، لا، حتى راح يضعف، لانه شنو؟ كل الفات راح تنهدم، راح يصير بيها بريك داون. ماشي، حتى البروتينات المصل ما عندنا راح تضعف، فاغلب اهل السكر لما يصير بيهم سكر راح يضعفون. ماشي، طبعا هو هذا الانسولين اكو هرمونات تشتغل عكسه، يعني هسه هو مو يجي ويزيد الجلوكوز، يعني يزيد جلايكوجين، صناعه الجلايكوجين بالدم مالتنا، مو صحيح؟ اكو هرمونات تشتغل عكسه، اللي هي شنو؟ يعني هسه انا صمت ما عندي جلوكوز بدمي، فاني المفروض هسه انا يغمى علي، هنا شو يسوي الجسم؟ يصفون؟ لا، ما يصفون، يروح عنده هرمون بشكل أساسي يعني أول واحد هو الجلوكاجون، هذا يشتغل عكس الإنسولين. الإنسولين مو كان يروح للليفر يقول لي يا بالليفر صار عندي جلوكوز أخذني على شكل جلايكوجين، لأنه هسه أنا ما محتاجة، عندي هواية جلوكوز حفظه. هذا لا، يروح يقول لي يا با أنا هسه ما عندي جلوكوز، هذا جلوكاجون، يروح يقول لي يا با أنا ما عندي جلوكوز بالدم، وهذا راح يغمى عليه، فأنت طلع لي المخزون مالتك الجلايكوجين على مود كسرة وحول جلوكوز. فهو مو بس الجلوكاجون، هو أكيد الفيرست ستيب هو الجلوكاجون، بس أكو هرمونات ثانية اللي هو جروث هرمون، كورتيزول، إبينفرين، هذول كلياتهم يشتغلون عكس الإنسولين. ماشي، هو طبعا اثنيناتهم يشتغلون ببالانس، يعني بشكل محدد، يعني واحد يوازن الآخر، على مود الإنسان سواء صايم أو مصايم يكون هو يعني محافظ على الكونشيوسنس مالته ومستقر، بالانس بيناتهم، بس هو الانسولين يشتغلون عكس هذول الهرمونات.
الكيس الأول they يقولون while we were an outpatient clinic two interesting cases attend to the clinic. they يقولون أول واحد إجا عمره صغيروني عمره 18 سنة يعاني من polyuria و excessive thirst. طبعا أبو الدي إم أغلبيتهم يجون عندهم polyuria polydipsy ماشي هي هاي إنه دكتور أنا هواي أعطيش وهواي أروح للحمام هيك يقولون ماشي weight loss. ليش weight loss؟ لأنه إحنا قلنا إنه راح يصير عنده break down ما عنده إنسولين أو الإنسولين ما أنت مدى يشتغل مو صحيح فش راح يصير عنده إنه weight loss الفات ما أنت مدى ينبني ما أنت البروتين مدى ينبني فأكيد يصير عنده weight loss يصير عنده generalized weakness. ليش weakness؟ لأنه العضلة ما أنت تحتاج بروتين هو مدى يبني بروتين يصير عنده break down بالبروتين مو صحيح. يقولون قاسوا السكر مالته لقوا انه 250 وهو فاستينج هو المفروض الطبيعي 100 يعني اكيد اكيد هذا عنده هايبرجلايسيميا وعمره صغيروني وعنده همينه بوليوريا بوليديبسيا فاذا هذا اكيد تايب 1 دايابيتس ميليتس. يقولون other patient الكيس الثاني انه واحد عمره كبير طول عمره الفات هو كان طبيعي ونورمال ما عنده اي شيء ماشي يجي دي يسوي فد عملية سيرجري فد زوك يعني تحليلات روتينية قبل العملية لقوا انه الفاستينج بروتين مالته 250 وما عنده واقصد ده عنده فاميلي هيستوري بوزيتيف للدايابيتس ميليتس وما عنده اي اعراض ما عنده اعراض بس هو شنو كلش مرتفع مالت السكر فهذا ايش يعتبر هذا يعتبر تايب 2 ليش انه هو بتالي عمره صار عمره كبير ماشي. هسه راح نجي نحكي عن دايابيتس ميليتس. يقول ان هو عباره عن ميتابوليك ديسوردر جروب احنا قلنا انه هو مو بس ياثر على الجلوكوز لا وحتى على البروتين على الليبيد على مجموعه اشياء مو في شيء واحد مو صحيح. كاركترايز باي هايبرجلايسيميا يعني هو في شيء كلش سبيسيفيك له انه هو يرتفع نسبه الجلوكوز بالدم. ليش؟ لان ما يقدر يفوت للخليه هنا انا ريسبتر هنا هاي الريسبتورات اللي حكينا عليهم تظل مسدودة هاي تظل مسدودة لأنه ماكو إنسولين أو مثلا ما دي تستجيب بالنسبة للإنسولين السبب من الأسباب هذا الريسبتور دي يظل مسدود فما راح يقدر يدخل الجلوكوز ولا تقدر تستفاد من عند الخلية فش راح يبقى الجلوكوز يبقى يفتر بالهذي بالسيركوليشن يفتر وأبد ما يقل نسبته فش راح يصير عندهم هايبرجلايسيميا ماشي. يقولون أمه absolute absent يعني أصلاً البنكرياس ما دي يفرز إنسولين absolutely هذا تايب 1 أو impaired insulin secretion يعني شنو يعني هنا مثلاً واحد بتالي عمره مثلاً قامت البيتا سيل مالته قامت مثلاً تفرز كمية قليلة إنسولين لسبب ما أو تفرز إنسولين طبيعي بس شنو تشوف صار عندها ريزيستنس يعني هو مثلاً كلش سمين هذا الفات الإنسان الفات يصير عنده ريزيستنت للإنسولين فشنو يعني قوم ما يستجاب إليه فهذا البنكرياس قوم يفرز هواية يعني فوق طاقته يفرز 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 آخر شيء يصير بيه فشل يعني يتعب بعد وينهار ماشي. فهاي الشيء يعتبر هذا يعتبر تايب 2 دايابيتس ميليتس. تقولون هو هذول اثنيناتهم التايب 1 والتايب 2 اثنيناتهم راح يصير عندهم ابنورماليتي بالكربوهيدرات بالبروتين بالليبيد قلنا ليش قلنا الليبيد شو يصير بيه وبروتين شو يصير بيه والجلوكوز شلون يطلق يفتر وما يقدر يدخل الخليه واكيد هم راح يصير عندهم تشينجينج بالووتر الكترولايت هيموستاسيس اكيد لانه بوليديبسيا وبوليوريا وكل شيء. تقولون احنا ليش ناكد على الدايابيتس ميليتس لانه هو فشي كلش انه يصيب هوايه ملايين من الناس سنويا مو صحيح ودي يزداد سنه على سنه وهو فشي كلش كمان ودي يقولون انه ثاني شيء انه هو بي كومبليكيشن يعني مو بس هيك يبقى اذا بس هيك السالفه سهله بس هو لا راح يسوي لنا يضرب لنا اورجان راح ياثر لنا على اشياء ثانيه اكو اشياء اكيوت واكو اشياء كرونيك. الاكيوت اللي هي بعدين راح تتحول الى كرونيك شنو هي الاكيوت اللي راح تصير اكيوت كومبليكيشن ممكن واحد يدخل بدابت كيتو اسيدوسيس يصير عنده اسيدوسيس كيتو اسيدوسيس وهذا عاده يصير ويا تايب 1 دايابيتس. الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار ستيت هذول هاي الهايبر جلايسيميك هايبر اوزمولار يصير ويا تايب 2 دايابيتس ماشي. تريتمنت ريليتد الهايبوغلايسيميا يعني شنو يعني انه الناس انه واحد اجاب كيفه جاب الانسولين الدكتور قال له استخدم هيك الدوز هو مخلي نفسه دوز اعلى فش راح يصير عنده
يغمى عليه لانه يصير هواي جلوكوز هواي يعني انسولين فيصفر الجلوكوز مو صفر يعني يقل كلش نسبه الجلوكوز عدس عدا هايبوغلايسيميا ويغمى عليه ماشي. الكرونيك كومبليكيشن اكو فشي ماكرو واكو مايكرو فاسكولار انجيوباثي. شنو المايكرو بالباثو هذني هاي الاشياء تاخذوها. المايكرو راح تنضرب عندهم الريتينال راح تضرب بعينهم راح تضرب عندهم النفرو راح ينضرب عندهم همين النيوروباثي هذول كلهم تعتبر مايكرو يعني شنو يعني الشعيرات الدمويه كلش ناعمه راح تتاثر بينما الماكرو يعني هاي الاشياء الفضلات الكبيره اللي هي شنو مثل ما القلب ام اي يصير عندهم او peripheral vascular disease ماشي. فدقول انه هاي راح تضرب أورغان عنده اللي هي mainly the heart, the brain, the limb, the eye ماشي. يصير عندهم جلوكوما تأثر على العين يفقدون بصرهم يصير عندهم peripheral vascular disease يصير عندهم جنجرين ولازم تنقص رجلهم ماشي. فهاي تكون permanent و irreversible يعني ما تنعكس ماشي changes يعني واحد إذا صار برجل جنجري هاش يرجعها irreversible مو صحيح. يقولون in those organ it is seventh leading cause of death وما أدري شنو تسوي لنا blindness مو صحيح لأنه هاي causing of death إنه بسبب أماي بسبب فشي blindness تسوي لهم non traumatic lower limb amputation يعني هو لا مسوي حادث ولا مسوي فشي non traumatic مو صحيح بس هو عنده vascular disease بس عنده جنجري ولازم amputation مو صحيح. dialysis patient تأثر على الكيدني ماتي decrease the life expectation 10 إلى 5 years أوكي. دي يقولون clinical and physiology of glucose metabolism هسه راح يحكون على الجلوكوز ميتابوليزم. تقولون البلد جلوكوز is tightly regulated and maintained with narrow range to ensure continuous supply of glucose للبرين. يعني شنو يعني احنا هذا هدفنا كليته مالت الانسولين وهاي اهم شيء بالشكل الاساسي انه يوفر غذاء للبرين. ليش؟ انه البرين ما يقدر يستخدم غير الجلوكوز. يقولون انه هو الشيء الفول الرئيسي له هو الجلوكوز وشويه من الكيتون لانه هو كانت ستور جلايكوجين. دماغ ما عنده مثل الليفر مثلا الليفر يقدر يستخدم يعني يخزن جلايكوجين. البرين ما عنده هيك شيء يحتاج ثانيه بثانيه الغذاء مالته فوري ماشي. ودي يقولون انه هو البارير مالت بلاد برين بارير ما راح تخلي الفات يدخل للبرين على مود يستخدمه كفول. فانه احنا اساسي بشكل البرين بشكل اساسي يعتمد على الجلوكوز فانه اني لازم 24 ساعه متوفر له. After ingestion of carbohydrate ورا ما واحد ياكل الجلوكوز مالته ايش راح يصير بيه؟ maintain بواسطه الانسولين which is secreted from the pancreatic beta cell okay. وين هسه هاي البنكرياتك وين راح تفرز الانسولين للبورتر سيركوليشن ماشي in response to raise blood glucose. فراح يسوي انه بيتا سيل ار سنسيتيف للجلوكوز كونسنتريشن راح تكون كلش حساسه اول ما يرتفع نسبه الجلوكوز هي راسا تفرز وياها. شلون انه تكون هي سنسيتيف ايش راح تسوي هاي البيتا سيل والانسولين ايش راح يسوي شنو شغلته راح يسوي لنا سبريشن للهيباتيك جلوكوز برودكشن. يعني شنو يقول له يابا انت ليفر لا تشتغل بعد يعني انه لا تعطيني جلوكوز هذا اكل الانسان اكل ووفر لي جلوكوز بسيركوليشن مالتي فانت يعني بعد لا تفرز لي لا تكسر الجلايكوجين وتنطيني جلوكوز انا راح انطيك هسه انا راح انطيك جلوكوز فانا اسوي له سبريشن للجلوكوز برودكشن مالتي الهيباتيك انطي انا جلوكوز اخليه انه يسوي هيباتيك جلوكوز ابتيك على مود هو يسوي لنا جلايكوجين ماشي. وهمينه انه الجلوكوز ستيميليت جلوكوز ابتيك بواسطه البريفرال تشو قلنا انه راح يحفز الخلايا قال هي يابا اني انسولين جيت فتحي تشانل مالتك على مود الجلوكوز تقدرين تستخدميه ماشي. تقولون انه other important regulatory regulate of normal blood glucose level هو الجلوكاجون. قلنا انه الجلوكاجون يشتغل عكس منه عكس الانسولين اللي هو شو وقت اللي هو من واحد ما ماكل من واحد starvation من واحد fasting يشتغل عنده جلوكاجون اللي هو يروح على الليفر يقول له يابا طلع لي شكو جلايكوجين عندك ماشي كسره حولي لي جلوكوز ماشي. تقولون انه هذا مين هذا الجلوكاجون سكريت من الالفا سيل
هم للبورتال سيركوليشن لما يكون دروب بالجلوكوز، هنا جلوكوز مالتني نازل مو صحيح، it will regulate الجلوكوز ليفل، هو راح يسوي انه راح يزيد الهيباتيك جلوكوز اوتبوت، يعني راح يخلي الهيباتيك يعطيني شوكو جلوكوز عندي. بواسطة شنو؟ انه جلوكونيوجينيسيس يقولون انه برودكشن اوف جلوكوز. هاي يعني شنو؟ يعني قول للفاريابه انت ابدي سوي لي جلوكوز من كربوهيدرات، يعني من البروتينات ومن الليبيد، شكو ليبيد عندك شكو بروتين عندك حول يالي الى جلوكوز ماشي. جلايكونيولايسيس يعني شكو جلايكوجين عندك كسره سوي جزيئات اصغر وجلوكوز ونطياني، يعني هسه يا اما ياخذه من الجلايكوجين يا اما ياخذه من الليبيد والبروتين ماشي. هذا كله يتعلم من هذا كله بدنا نحكي احنا هسه حاليا على الجلوكاجون. هذا الجلوكاجون هيك يسوي هاي الاشياء على مود شنو؟ يرتفع نسبه الجلوكوز لمن اني صايمه، لمن اني صايمه اللي هو يشتغل عكس الانسولين، لانه اذا هذا ماكو جلوكاجون الانسان راح يغمى عليه، الانسولين راح يفوت شكو جلوكوز للخليه والانسان يعني يصير عنده هايبوغلايسيميا، راسا يقل نسبه الجلوكوز بالبلاد والدماغ بعد ما عنده مصدر طاقة ما يقدر يشتغل ورأسا يغمى عليهم ماشي. تقولون انه الانسولين والجلوكاجون واحد ويا الاخر يشتغلون النيجاتيف فيدباك وان ايفن ترجر انذر، يعني واحد يحفز الاخ واحد عكس الاخ على مود يحافظون على بالانس بيناتهم، لازم اكو بالانس. A number of other factors related to released from the intestine. راح تفرز لنا فاكتورات ثانيه. هاي الفاكتورات الثانيه لما واحد ياكل هسه مثلا انسان اكل مو صحيح، فهاي ايش راح تسوي؟ راح تروح على البنكرياس تقول هيابه انت ابدي فرزي لنا انسولين اكثر، ترى اني اكلت وراح يجيش كميه عاليه من الجلوكوز، فانت حضري نفسك بالانسولين مو صحيح. فهي هاي شنو هي؟ هاي يسموها جلوكوز لايك بيبتايد، هذا الفاكتور الاول مو صحيح. واكو في شيء اسمه جاسترو انتستينال بيبتايد، هذول اثنيناتهم يشتغلون يروحون يقولهم يا بسوي اجمنتيشن، يعني سو زيدوا للانسولين، لانه اني جاي اكل اني انتستين دا اقول لكم اجي اكل فانتوا حضروا نفسكم، فهاي يسموه انكريتين افكت. هاي الظاهره اللي يسوي اجمنتيشن للانسولين يسموها انكريتين افكت ماشي. فهسه يقولون other function of the insulin اللي هي شنية؟ insulin هو regulation للفاتي أسيد metabolism مو صحيح؟ قلنا انه هو اثر على الفاتي اثر على البروتين. هاي insulin level after meat promote triglyceride synthesis راح يحفز بناء البروتينات and accumulation from free fatty acid and glycerol by adipose tissue والليفر، يعني راح الليفر والأديبوس tissue راح تشتغل وتبني ماشي. In contrast in fasting لما الانسان يكون fasting والانسولين يكون قليل، هنا اكيد الليبيد راح يتهدم على مود اني احصل على شنو؟ يصير لايبولايسيس على مود شو اسوي؟ ريليزنج للسيركوليشن للفاتي اسيد وفاتي اسيد والجلسرول على مود بعدين انه اني احصل كمصدر للطاقه ماشي. تقولون بالليفر الليفر they are partially oxidized to provide energy للجلوكونيوجينيسيس ماشي and the production of ketone body to be utilized on metabolic full and limiting manner. يعني شنو؟ يعني من واحد يصوم او يسوي نظام الكيتو اللي هو كلش يجوع نفسه مو صحيح؟ اهل الكيتو رجيم الكيتو ما ادري شنو، يعني هو يجبر الجسم انه ياخذ الليبيد مالته ويروح عند يسوي له كيتون بودي ويسوي لها يعني يهضم الليبيد مالته ماشي، على مود يستخدمه كمصدر طاقة لأنه هو حرام نفسه من شكو كربوهيدرات من شكو جلوكوز عنده ماشي، فروح يجبر نفسه يعني يستخدم الليبيد ماشي. إيش كم مرة قلت ماشي؟ هسا إنسولين are affected the synthesis and of protein راح يأثر على البروتين تكوين مادة ماشي، فهو يعتبر anabolic يعني بناء يبني هرمون. الانسولين هو انابوليك هرمون ماشي. لو انسولين ليفل ان ذا بلاد هاف اوبوزيت افكت باي بروموتينج وايد سبريد كاتابوليزم،
يعني شنو؟ يعني انه اذا انسولين قليل اكيد عكس الانابوليك شنو؟ كاتابوليزم، مو صحيح؟ صحيح، اكيد صحيح. هسه يقولون شنو التعبات مال الدايابيتس؟ اكو راح يحسبو شنو قسمو حسب الاتيولوجي مالته الى تايب 1 دايابيتس ميليتس والى تايب 2. تايب 1 يقولون اما هو اميون ميدييتد اما هو ايديوباثيك، ماشي. واكو في النوع الثالث اللي هو سيكندري، سيكندري اند وهسه هاي الاشياء اللي عددناهم كلهم راح يرجعون يحكون على هالشيء يعني واحد ورا الاخ بالتفصيل، ماشي. هسه اول شيء هاي مالت السكندري، يقولون السكندري شنو؟ اكو مثلا سكندري نتيجه هاي الاشياء اللي هسه راح نعددهم، ماشي. هذول كلهم يعتبرون سكندري. شنو هي؟ يقولون اكو جينيتك ديفكت بالبيتا سيل فانكشن، يعني شنو؟ يعني واحد هذا ابو المودي اللي هو الاختصار مال هاي الاشياء، مال هاي الجملة اللي هي مونو جينيتك دايابيتس ميليتس اور ماتوريتي اونست دايابيتس اوف ذا يونج. يعني شنو؟ احنا مو قلنا التايب 2 دايابيتس يجي واحد عمره كبير، يعني رجال كبير وهسه بجديد صار عنده، والتايب 1 واحد شاب صغير او طفل صغير وصار عنده، مو صحيح؟ هذول لا، هذول يجون شاب صغير او طفل وعنده تايب 2، هذول يسموهم مودي. يعني مثلا عنده في الجينتك ديفكت راح تأثر على البيتا سيل مالته تخليه عندها خلل، ماشي، وتسوي عنده تايب 2 هو صغيروني، ماشي. والسبب الثاني اكو جينتك ديفكت بالانسولين اكشن، يعني الانسولين مالتهم ما دا يشتغل. او مثلا بنكرياتك ديزيز، يعني اذا واحد جاي وعنده بنكرياتايتس هو ملتهب بالبنكرياس بحال يعطي انسولين بحال دنيا بحال عالم، او واحد اصلا صار عنده فد مشكلة بالبنكرياس كانسر ميتاستاسيس في الشي وشالو ايه سوالة بنكرياتكتومي، فهذا همنا يعني راح يروح مات الانسولين، مو صحيح؟ او سيستيك فايبروسيس، هذول كلهم يعتبرون سيكندري، ماشي. اكسسيف اندوجينوس برودكشن اوف هرمون هرمونال انتاغونيست، يعني شنو؟ يعني واحد عنده مشكله ثانيه مو بس بالانسولين، احنا مو قلنا هذا اللي حكيناهم هذول كليتهم عكس الانسولين، هاي مو كليت قلنا انهم ما عكس الانسولين، يجوز هذول يزدادون كلش بحيث يعني الانسولين بعد ما يقدر يجاريهم فراح يصير عندهم خلل. مثلا شو وقت مثلا واحد عنده ازداد الجروث هرمون مالته بالاكروميجالي او جلوكوكورتيكويد بالكوشينج سيندروم، الجلوكاغون ازداد ماته مثلا صار عنده جلوكاغونوما، يعني شنو؟ يعني صار عنده فد تيومر قام يفرز جلوكاغون، ماشي ماشي. او ثايرويد هرمون ثايروتوكسيكوسيس، هاي انتبهوا عليه، ثايروتوكسيكوسيس هم من يسوي، ماشي 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 كل ساعة ماشي. المهم اكو فد ادوية دراج راح يسوينه همنا دايابيتس اللي هو شنو؟ واي كورتيكوستيرويد اللي هو حالة ابو الكوشينج، مو صحيح؟ ثيازايد فينيتون هذول كلهم تحفظوهم لان تجي اسئله، هاي درخ كل شيء درخ ما تعرفون ولا شيء. يقولون اكو انكومون فورم اوف اميون ميدييتد دايابيتس، يعني شنو؟ يعني اميونو ديس ريجوليشن اكس سيندروم، هاي ما تحفظوها هيك، يعني تجيكم بالتعداد اكسبت في الشيء انتم تختاروها. او مثلا واحد عنده سيندروم مثلا داون سيندروم ابو داون ابو تيرنر سيندروم ابو الكلاين في الدار، هذول كلهم يكون عندهم يعني قابلين يصير عندهم دايابيتس ميليتس. هسه ايش راح يجون الجستيشنال دايابيتس، يعني شنو؟ يعني وحده حامل صار عندها خلال الحمل دايابيتس، وها بعدين تاخذوها بالنسائيه بالتفصيل الممل بعدين بغير سنوات، هي مو غير سنوات يعني بالخامس. هسه راح يجون يشرحون دايابيتس تايب 1. تايب 1 يقولون هو عباره عن باثولوجي نتيجه شنو؟ اكو destruction، يعني شنو؟ يعني البيتا سيل مالته مدمره نهائيا of insulin secretion beta cell، هاي البيتا سيل مالته ما هي، ماشي، in the pancreas بالايلاند اوف لانجرهانس. طبعا البيتا سيل موجوده بلانجرهانس، هاي تحفظون هذا الموقع مالتها بالبنكرياس، يعني البنكرياس بايلاند هيك تجمعات، هاي التجمعات اسمها ايلاند اوف لانجرهانس، هاي بيها بيتا سيل، ماشي هم ماشي. leading to absolute insulin deficiency، يعني شنو؟ يعني ابد ماكو absolutely كل شيء ماكو انسولين عنده ولا نقطه.
بدي أقول إنه بيها نوعين، اللي هو شنو الإيميون ميدييتد، يعني شنو؟ يعني أنا أجي أسوي له تحليل، ألقى بالتحليل عنده أوتو أنتي بودي، يعني عنده أنتي بودي أوتو إيميون ديزيز، يروح يسوي ديستركشن، هو يأكل نفسه، هو يأكل بنكرياس مالته. النوع الثاني اللي هو شنو؟ أيديوباثيك، يعني شنو؟ يعني أنا أجي أسوي تحليل ما عنده أوتو أنتي بودي، بس هو يعني مدمرة مالته البيتا سيل، ليش ما حد يدري؟ ماشي؟ ماشي. progression loss of beta cell function إنه هاي إنه راح يخسرون البيتا سيل مالته خلال month or two years، إنه فترة بالتدريج شوية شوية. ماشي. يقولون إنه يقولون diabetes and its classical symptom occur only when شو وقت تبدي تطلع عندنا الأعراض؟ تبدي تطلع الأعراض مال diabetes اللي هي بوليوريا بوليدبسيا لما 90% من البنكرياس مالته lost. ماشي. At which time syndrome will develop actually acutely. يعني شون هذول يجون؟ يجي الطفل للإمرجنسي بكيتو أسيدوسيس، لأنه أهله ما يدرون وما حد متوقع، هو صار بي ديابتس ونسوين مات ماكو، وواصل في المرة مرحلة كلش متقدم بحيث صار بكيتو أسيدوسيس اللي بعدين همنا راح نشرحها، بس المهم هي هاي حالة إمرجنسي. يجي الإمرجنسي عند أبدومينال بين وهيجي يكتشفون هناك بالإمرجنسي إنه هو عنده تايب 1 ديابتس مليتس. راح يقولون انه هنا انا راح القي انه اكو انتي بودي عده presented before the clinical presentation of type 1 their detection can be useful in confirming a diabetes type 1. يعني انه انا اذا لقيت الانتي بودي راح اسوي confirmation انه هو عنده type 1 diabetes. وش يقولون انه type 1 is associated with other autoimmune، يعني هو autoimmune disease، فانا شنو اخاف انه عنده autoimmuneات لخي اللي هي مثلا بالثايرويد ديزيز، مثلاً عند إديسون ديزيز، برنشيس أنيميا. ماشي. فهذول كلها أنا أسوي سكرينينج عليهم، أشوف أخاف عنده شيء ثاني وأنا يمنا ما أدري بي، عمل الاحتياط كل شيء يصير. ماشي. تقولون جينيتيك بريدسبوزينج أو التايب وان، إذا تذكرون بالكيس سيناريو قلنا إنه هو عنده نيجاتيف family history، يعني المفروض هذا الطفل انه الجينتك ما تلعب بيه دورات شنو دور كلش مهم، اكثر شيء تلعب دور بالانفايرمنت، الانفايرمنت مالته. ماشي. ده يقولون الجينتك فاكتور اكاونت فور اباوت 1/3، يعني هاي نسبه كلش قليله. ماشي. وعاده شي يلقون عندهم فد انتي جينات مثلا HLA DR3 DR4. ماشي. هذول كليتهم او يعني هم هذول اللي راح يلقوهم عندهم، انه هذول يصير عندهم تايب 1 دايابيتس ميليتس، هاي من الدرخ درخ درخ واقل انه هذول، بس اهم شيء انه تحفظون هذول الاكثر شيء كمان. ماشي. ودي يقولون انه these gene code for protein on the surface of the cell which present as foreign and self antigen to T cell، يعني هي راح تتكون عندهم انتيبوديات ضد هاي الانتيجينات اللي هي سعدناهم فوق. الانفايرمنتال يقولون انه جينتك سسبتابيليتي از بريكويستد فور تايب 1 diabetes mellitus but concordant rate between monozygous twin، يعني قالوا انه هم جابوا monozygous twin لقوا انه هذا واحد بيهم، هذول يكون جيناتهم كلش متطابقة، يعني هما توم وجينهم كل جيناتهم متطابقة، فإذا واحد صار بي دايبتس الأخ نسبة أقل من 40%. يعني شنو يعني جينات ما تلعب هواية دور مهم، أهم شي عندهم مع ليس دان 40%، أهم شي عندهم الانفيرمنتال فاكتور راح تلعب دور أكثر مهم. ماشي. لأنه هي راح يسوينا تريجرينج للأوتو أميون رياكشن. مثلا شنو يعني هاي الانفيرمنتال؟ واحد صار عنده انفكشن، الفيروس انفكشن مثلاً كوكزاكي فيروس أو ريترو فيروس أو روبيلي أو سايتوميغالي فيروس أو إبشتان بار فيروس، هذول تحفظوهم درخ درخ درخ. ماشي. مثلاً يجيبون إنه واحد صار بي تشيكن بوكس، هذا ما تأخذوها except أكو دراجات، مثلاً طفل ماخذ دراج أخو ما ماخذ هذا الدراج، فهذا يصير بي أكثر. دايتري يقولون إنه النيتروزامين بالدايت إذا واحد عده اللي هو هذا found in smoked and curd meat وبالكوفي وبوفين سيرام البومين، يعني شنو يعني هذول اللي واحد طفل عمره أقل من سنة يروحون يجيبون حليب من البقرة مباشرة يشربوا ياله، هذا بنسبة كلش عالية من البومين، فهذا راح يسوي تريجرينج إنه يصير عنده أوتو أميون ديزيز.
ماشي الهايجين هايبوثيسيس دي يقولون انه يعني that reduce exposure to microorganism in early childhood limited the maturity of immune system. يعني شنو؟ يعني اذا عائلة كل شيء يخافون على ابنهم وهيك شيء مقفلي وكل شيء تعقيم بشكل اوفر وتنظيف بشكل اوفر وهيك كلش بهم وسواس قهري، هذا طفلهم ما راح يصير عنده immunity من هو طفل، فهذا يعني راح يكون اكثر susceptibility. هسه راح نشرح التايب 2 دايابيتس ميليتس. دي يقولون انه هو 85-90% من الكيسات. شنو الكاركترايزد باي وات؟ يعني شنو الاشياء اللي تميزه؟ هذا شو يصير عندهم؟ يصير عندهم امبيرد بالانسولين سكريشن. يعني شنو؟ يعني بعد المات البنكرياس بعد ما يقدر يفرز هواي انسولين، مثلا تعب او يصير عند انسولين ريزيستنس. يعني شنو؟ يعني واحد يقوم يفرز انسولين والبنكرياس ده يشتغل على حسب الاصول، بس يفرز انسولين والجسم مات الخليات الريسبترات مات ما تستجيب، عندها ريزيستنت اله ماشي. فهذا هنا البنكرياس يقول لا انا ما دا افرز انسولين، يحتاج ازيد انسولين اكثر. بالبدايه هم راح يزيد وراح يستجيب شويه الجسم، بعدين هم راح يصير عنده ريزيستنس اكثر وراح يعاند الجسم اكثر. اخر شيء يعني البنكرياس يتعب بعد، يقول اني لهنا بعد ها هي خلاص يفشل بعد هنا. يعني راح يكون كلش واضح الدايابيتس مالته. او مثلا ايش كاتبين؟ increase the hepatic glucose production. يعني شنو؟ يعني هنا الجسم راح يقوم يقول يابا اني شنو داخل الخليه الجلوكوز كلها موجود بالبلد والخليه ما دا يطب لها جلوكوز، كل شيء ما عندها اكل وما عندها طاقه، فهي شو تقوم تقول أنا يحتاج جلوكوز، أنا ما دي يوصلني جلوكوز. هي ما تفتهم إنه أكو بالبلد أكو جلوكوز بس ماكو إنسولين على مود يدخلها، تقوم تطيع عازات إنه أنا جوعانة أنا يحتاج لي طاقة ما عندي، فالهيبات تقوم يطلع شكو جلوكوز عده. يعني رأسهم كلها تقوم هو الجلوكوجين يطلع كلها يسوي على مود يزيد الطاقة اللي توصل للخلايا وماكو لا حياة لمن تنادي ماشي، لأنه أصلاً مدى تنفتح الشنالات مالت الخلية. abnormal fat metabolism both 2 and 3 are due to increase glucose. يعني هاي نقطتين الفوق ليش دي صار هيتي؟ due to increase glucagon secretion، نتيجة إنه glucagon كل شي ارتفع فهو راح يقوم يطلع لنا الجلوكوز مين؟ من الهيباتيك، لأنه إحنا ندري هو هذا شغلته. فش راح يصير؟ راح يصير provide glucose in response to false signal from the body glucose deficiency، لأنه هي يعني إشارة كاذبة لأنه أكو glucose بالبلد، فهي تعتبر إشارة كاذبة ماشي. فراح يصير abnormal fat metabolism لأنه glucagon دي يشتغل، glucagon دي يشتغل. صار أنا قلت لكم رقم واحد واثنين، هي اثنين وثلاثة اللي هي الفات ميتابوليزم والجلوكوز. احنا قلنا انه اذا يتهدم الفات واذا الجلوكوز يطلع هذا شغل الجلوكاجون مو شغل الانسولين، جلوكاجون ماشي. هسه الجينيتيك كونسيدريشن، تذكرون بالكيس لما قريناها بالبداية ايش قلنا؟ الكيس الثاني ورجال عمره 50 أو 55 سنة اجى وهو بده يسوي عملية وسوى له تحليل لقوا انه هو عنده دايابيتس ميليتس وعنده بوزيتيف فاميلي هيستوري. يعني هنا عكس التايب 1، تايب 1 ما كان هواية مهم الجينيتيك فاكتور، هنا لا الجينيتيك فاكتور كلش تلعب دور مهم. دي يقولون ديزيز از بوليجينيك اند مالتي فاكتوريال. بوليجينيك there are more than 65 gene involved. دي يقولوا هي هاي الجينات هي responsible for beta cell function. هي هاي الجينات دي يصير بيها defect هي المسؤولة عن الفانكشن مال beta cell وعن regulation مالتها كليتها. دي يقولون انه اذا واحد هو twin واحد من يعني هو توم واحد من عندهم صار بي دايابيتس، الثاني اكو نسبة 70-100% انه يصير عنده دايابيتس ميليتس، فذاك كان شقد اقل من 40% ماشي. ودي يقولون اكو سترونج بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني اللي امه ابوه ما ادري شنو عندهم دايابيتس ميليتس هو راح تكون نسبة كلش عالية انه يصير عنده. environmental تقول انه اكو environmental انه with age اذا واحد عمره اكثر من 70 سنة obesity لقوا انه الناس اللي عندهم فات هواية راح يصير عندهم resistance هواية ماشي. و secondary lifestyle
سيدنتري يعني واحد بس قاعد, او ايكونوميك ديفلوبمنت يعني هذا بس قاعد على المكتب وقاعد على اللابتوب وما يتحرك وما ادري شنو, والان هيلث لايف اكيد راح تاثر وسوي ذا بتسميتس. اكو فشو هسه شنو راح يحكون على باثوفيزيولوجي اللي هو نفس الحكي بس يعيدوا مره ثانيه. دي يقولون التايب 2 the early stage glucose tolerance remain near normal, يعني شنو يعني اكو ريزيستنس بس هنا البنكرياس راح هواي يفرز انسولين فشويه انه راح يحافظ على النسبه نورمال ماشي. دي يقولون because the pancreas beta cell راح تسوي compensate يعني تحاول انه تواكب الوضع, تزيد الانسولين اوتبوت مالتها بالبدايه لما اكو ريزيستنس. لما الديزيز يكون بروجريس ويتقدم فد مرة هنا راح يفشل البيتا سيل, راح تفشل راح تصفون enable to sustain الهايبر hyperinsulinemic state in susceptible individual. وش راح يصير بيها؟ decline in insulin, راح يقل نسبة الانسولين secretion مالتها associated with increased glucagon secretion. glucagon هنا انسولين نزل فلازم الglucagon يرتفع leading to hepatic glucose production and lipolysis, راح يبدي هنا المريض يضعف. دي يقولون this insulin resistance and decrease the secretion with increased glucagon secretion is hallmark for diabetes, يعني هو هذا العلامة الدالة انه هو واحد عنده diabetes mellitus اللي هي شنية يقل نسبة الانسولين ويزداد نسبة الجلوكاغون. The formed fatty acid are oxidative by many tissue in the liver and partially oxidized to provide energy يعني رجعوا وقالوا انه الجسم ما دا يستخدم هسه الجلوكوز فشي وين يتجه المال للفات, مو صحيح على مود يعطيني الكيتون بودي اللي راح نسوي لنا الكيتو اسيدوسيس بالنهايه. والكيتون بودي organic acidic which when formed in small amount are utilized as metabolic فول, اللي هي راح يستخدمها كفول ماشي بمكان جلوكوز. بالتايب 2 diabetes mellitus relatively small amount of insulin present, يعني شنو يعني واحد اذا تايب 2 ما يصير عنده كيتو اسيدوسيس غالبا ليش؟ انه مثلا هو البنكرياس مالته يفشل بنسبه كلش كبيره مثلا 90-80 بس تبقى البنكرياس ما تعدى فد 10% بيتا سيل دي تشتغل بعدها عايشة, وهاي 10% أو 5% أو whatever يعني بالنسبة اللي هو كلش small هي هاي راح تمنعني إنه تمنع إنه يصير واحد بكيتو أسيدوسيس عكس التايب 1. تايب 1 كلش هو يصير بيه عندهم كيتو أسيدوسيس لأنه يصير عندهم أبسولوت يعني تقريبا بنسبة كلش غالبية عظمى أو نقدر نقول صفر إنسولين يعني يوقف ماشي. فده يقولون إنه لايبولايسز أو يعني بما أنه ماكو كيتو أسيدوسيس يعني ماكو لايبولايسز, فده يقولون إنه غالبا إنه ما يساعدهم ويت لوس أهل التايب 2 لأنه ما ده يساعدهم كيتو أسيدوسيس, هاي الكمية كلش صغيرونة ما راح تخلي عندهم ويت لوس هواية يكون rarely occur. تايب 1 دي يقولون بتايب 1 this is an absolute insulin deficiency, يعني شنو يعني نهائيا ماكو انسولين ماشي. دي يقولون انه هاي تكون more rapid اسرع and will end with unrestrained lipolysis, يعني شنو يعني راح يصير عندهم lipolysis كلش قوي وبروتيولايسيس لانه ماكو انسولين ماكو وحيصير عندهم كيتو اسيدوسيس اغلبهم يجون يكتشفون بالامرجنسي مثل ما قلنا ماشي. هسه راح يحكون على باقي الانواع مالت المودي اللي قلنا شنو هو المودي, يعني واحد المفروض هو صغيروني المفروض عنده تايب 1 بس هذا لا راح يجي عنده تايب 2 ماشي. تقول انه هذا شنو عنده كاركترايزد باي هذا انهيرتنس يعني شنو يعني هذا وراثي, لازم ننتبه على هذا يجي بالام سي كيو واس. وبالبدايه يصير عندهم early onset of hyperglycemia باي عمرهم اقل من 25 سنه عمرهم صغيروني impaired in insulin secretion ما راح يقدرون انه يفرزون secretion due to genetic defect بسبب الجينيتيك مالت البيتا سيل. ويقولون انه هو بستة انواع من تايب من مودي 1 الى
مودي 6 ديبندنت حسب السايت والسايت مالت الميوتيشن مالته. ويقول انه هو اقل من 5% من الكيسز، وهو نون انسولين ريكوايرنج. يعني شنو؟ يعني العلاج مالته اعالجه حاله حال ابو تايب 2 دايابيتس. ابو تايب 1 شلون نعالجه؟ يعني واحد هو اصلا ابسولوت اصلا ماكو عنده انسولين، ما عنده بيتا سيل، كلها واقفه كلها متدمره. فهذا انا على شنو احاول وياه؟ راسا انا اعوض انسولين وفضيت. هذا تايب 1. تايب 2 عنده نسبه كلش قليله اللي هي هاي ال 10% مثلا البقت. هذا ابو ال 10% اللي باقي انا شو احاول؟ احاول اخليها احفزها انه تفرز هوايه انسولين اكثر، احاول انه اخليها تعيد نشاطها. فبالبدايه فلهسه بالبدايه ياخذون هو مثلا مساعد سكر مده فتره من الزمن اهل التايب 2، بعدين لما حتى هاي ال 10% او النسبه القليله توقف نهائيا يلا احولهم على الانسولين. فهذا ابو المودي هو تايب 2، فاني اعالجه حاله التايب 2 اللي هو شنو؟ ما ابدي راسا ويا الانسولين، لا ابدي ويا مساعد سكر. ماشي. و هسه راح يشرحون منو اللادا. اللادا عكس هذا المودي. اللادا اللي هو رجال كبير، يجي رجال كبير عمره كبير يجي عنده تايب 1 ديابتس. يابا ليش؟ شنو سببه؟ ليش؟ لانه هو عنده اوتو اميون ديزيز. هو عبارة عن شنو؟ اوتو اميون ديزيز مالت الادلت، من واحد ادلت. هو هذا مختصر مال هاي الجملة اللي هي ليت اوتو اميون ديابتس اوف ادلتس. ماشي. دي يقولون انه شو اونست تايب 1 ديابيتس اور ديابيتس تايب. هو المهم انه هو تايب 1. A form of type 1 diabetes that occur in adults. قلنا انه هو يصير بالواحد من هو عمره بالاربعين فوق الاربعين هيك، يعني واحد رجال كبير. Often with a slower course of onset. يكون كلش سلو. وبالبداية initially diagnosed as having type 2 diabetes. يعني شنو؟ يعني دكتور يجي مو بباله انه هذا لادا، فراح يقول له شنو؟ انت عندك سكر وانت عمرك كبير، فاذا انت تايب 2 يبدو يا مساعد السكر، ينطي مساعد السكر بس شوفه ماكو استجابه، اي استجابه ما له. فانه بعدين راح يكتشف انه هو يا به هذا لادا اوتوميون ديزيز، فيعالجه حاله حال تايب 1 اللي هو شنو؟ راسا يبدو يا انسولين. ماشي. فيقولون انسولين تريتمنت هو الفاينل اند اونلي تريتمنت. اونلي تريتمنت هو الانسولين لانه ما عنده يعني بيتا سيل. diabetes in pregnancy يعني شنو؟ يعني وحدة حامل اجتي عندها سكر. فهذا بنوعين، يا اما وحدة اصلا عندها سكر قبل الحمل واكتشفتها لما هي حامل، يا اما لا هي صدق يعني ما كان بيها سكر ولما صارت حامل بسبب الحمل صار عندها سكر. فيقسموا نوعين. الاوفرت diabetes اللي هو شنو؟ اما تايب 1 او تايب 2 اللي هي اصلا هي قبل عندها سكر وما تدري. ماشي. If diabetes is diagnosed at the initial period، يعني شنو؟ شلون أقول بالله هذا overt diabetes؟ يعني هي من قبل عندها diabetes وهسه يلا اكتشفته. إذا جتي عندها سكر قبل ال 24 ويك. ماشي. قبلها أقول يابا هاي من زمان عندها سكر، مو هسه بالجديد صار عندها سكر وهسه يلا اكتشفته، يسموه overt diabetes mellitus. الأخ اللي هو gestational diabetes mellitus، يعني شنو gestational؟ يعني حمل pregnancy. ماشي. يعني gestational pregnancy يعني سكر الحمل. هذا شو وقت أقوله؟ لما تجي وحدة هي حامل فوق ال 24 ويك. ماشي. When there's increase in tissue insulin resistance، هاي يصير عندها tissue resistance مالتها للإنسولين بسبب شنو؟ بسبب الهرمونات مال الحمل اللي هي الاستروجين، البروجستيرون، الهيومن بلاسنتال لاكتوجين. هاي كلها راح تاثر، يعني تشتغل كرزيست، يعني تحفز التشو مالته انه يسوي ريزيستنس للانسولين. وهاي عاده لما انه تجيب ورا ما تجيب يعني يرجع طبيعي السكر مالتها ويروح كل شيء، لانه هرمونات الحمل تروح، فهي همنا السكر مالتها همنا يروح، بس لازم انا اسوي لها فولو اب. ماشي. لانه ممكن انه يصير عندها دي ام بالنكست 10 الى 20 years. بس شنو يعني هسه هو اوكي لو ما صار بيها سكر وبعدين ورا ما جابت راح السكر، زين طفل شي يصير بي؟ الطفل اول شي يجي ماكروسوميك، يعني شنو؟ يعني طفل حجم كلش كبير، سمين ممكن يجي 4.5 كيلوات هيك شي. وعدا هاي الطفل الامايه هسه هي بيها سكر، يعني شنو؟ يعني مرتفع نسبه الجلوكوز بدمها. ها
هذا همين أكيد الطفل راح يتأثر بالأمية وهمين راح يوصل له جلوكوز هواية. زين إذا وصل جلوكوز هواية هو يشتغل البنكرياس مالته، البنكرياس مالته راح يفرز دوز كلش عالي مال الإنسولين. فمن راح يجي الطفل للدنيا راح ينقطع الدم مال أمه عنه وراح يعتمد على نفسه. إيش راح يصير؟ راح يقلل الجلوكوز مالته، يعني لأنه هو ما دا ياخذ الدم مال أمه المليان جلوكوز، دا ياخذ الدم مالته. فراح يصير عنده شنو، والبنكرياس مالته بعده متعود انه يفرز كمية كلش هواية من الانسولين، فراح يصير راح يدخل بهايبوغلايسيميا الطفل لما يجي ماشي. وممكن كلش هواية انه يجيب ستيل بيرث، يعني طفل ما يتحمل هو بطن امه يموت، فهي يعني يظل حامل بي وبعدين يموت فجأة بدون اي مقدمات. هسه اكو شنو، اكو هوني فيل هوني مون فيس، هاي شنو جدي يقولون، يعني الفترة مال شهر العسل يسموها، يقولون هي هاي عبارة عن ترانزينت فيس، يعني هي فترة انتقالية مؤقتة. شو وقت تصير بالبيشنت اللي هما تايب 1 ديابيتس، يقولون هذول اللي هما اوتو اميون ديزيز، اول سنة الى سنتين مادة لما يصير اول اوتو اميون ديزيز اول اتاك مادة راح تنضرب مثلا 90% من مادة الخلايا مالت البنكرياس، تبقى شقد عندهم 10% بعدها من ميتة كلش. فهذول ايش راح يساعدهم، which glycemic control is achieved with no insulin or lesser dose. يعني هذول بالبداية لما تدمر 90% بعدين ورا فترة شوفون نفسهم انه ها اني قللت دوز مال انسولين مالتي، او ممكن انه اني قطعته لانه هاي 10% الباقي عندي هاي تكفي وتوفي. يعني مثلا بديت دوز انسولين والدكتور بعدين قلله الي، فاني جوزاني ما احتاج. بس شنو هو بما انه هو اوتو اميون ديزيز، فهذا اكيد جسمه اول وتالي خلال هاي الفترة الجاية راح يكتشف هاي 10% من الخلايا الباقية وراح يضربها، يعني هم يسوي لها destruction، فهما يعني راح يصير بيها destruction وراح يصفر، فهما راح يرتفع مرة ثانية عنده ماشي، وهما راح يحتاج علاج وانسولين وهيجي. فش راح يصير عنده destroy these remaining cells. stress hyperglycemia. stress hyperglycemia يقولون انه اكو فد مجموعة من الناس مثلا يصير عندهم abnormal glucose results، يعني شنو، يعني راح يرتفع عندهم نسبة الجلوكوز بحالات معينة ماشي، مثلا during a pregnancy من وحدة حامل، or over severe infection أو myocardial infarction، يعني واحد صار عنده MI صار عنده هيجي مرض كلش قوي كلش قوي. فبهاي الحالة إيش راح يصير، راح ترتفع عنده هاي الهرمونات، هاي اللي قلناها هي عكس الإنسولين عكس هاي، فهاي الهرمونات ما راح ترتفع بعد الإنسولين ما يقدر يجاريها، فش راح يصير عندهم هايبرغلايسيميا ماشي. زي يقولون إنه هذول راح يصير عندهم، أو مثلاً دي أخذ فد درج معينة، درج مثلاً كورتيزول أو في شيء، أو فد سيفير سترس صاير هو عنده، فدي يقولون هاي يسموها سترس هايبرغلايسيميا. ودي يقولون عادة هي هاي تختفي، يعني يرجع كل شيء طبيعي ورا ما إنه هاي الأكيوت إلنس، يعني ورا ما يطيب من الأماي ورا ما يروح الإنفكشن مالته من يقطع الدرج هذا كل شيء راح يرجع لمكانه ماشي، وما يحتاج. بس أكيد إنه أنا لازم أسوي له فولو أب ورا فترة معينة إنه مو أخاف إنه يصير عنده بالمستقبل. وخلصت المحاضرة هاي مادة.